الفيجوال والاوديتوري والموتور سبيد، دول سهلين. اللخبطه دايما في دول عشان الدول جنب بعضهم. هذا شوف السنتر سالكس دايما دول. ايه بقى اللي يريحني بيه؟ السنتر سالكس اعرفه، واللي قدامه طوالي الموتور واللي وراه على طول السنسر. يعني في اي هيمسفير يا جماعه؟ اهو واحد تاني اهو، مثلا اهو واحد تاني جديد. هذا كله اللي حاطه في الفيديو كله قدام السنترال سيركس. لا ازاي قدام السنترال سيركس؟ مو هذا السنترال سيركس؟ اي سيركس اهو. حد خلعه اهو. هو اللي يفصل بين الفرونت والبرايتن وبين الموتور والسنسور. الاصفر؟ لا الاصفر ذا اريا اللي بينهم. اللي هو هذا كمان هنا واضح، هنا برضه اكثر هنا اهو. ما واضح هناك اكثر، هنا سنتر الار والابيض والاخضر. الابيض للامام، الابيض ده ايه؟ موتور. والاخضر ده ايه؟ سنسل. واضح هنا اكثر سنتر سالكس، اوضح شويه، اوضح من هنا. وهنا برضه كذلك انه السنتر اهو يا جماعه اهو. اهو اهو واضح اهو. اكبر سالكس. ايوه ده الموتور وده السنسل. ايوه تمام. صدق اها ايش اسمه هذا؟ لا هي دي اسمها موتور سبيتش. موتور سبيتش هذه اللي هي الاوديتوري. وهذه ورا خالص بعيد اهي، هنا دي اللي هي ايه؟ الفيجوال. موتور سنتر ايش؟ سالكس. فيش كده دلوقتي يا خالد؟ والله معلش. تمام؟ دول يا جماعه اول ايه؟ اول جزء. يلا هاتوا بقى الحاجات التانية، خلينا نشيل في حاجات زي دبابيس عشان نخش نقطة أخرى بقى. خلاص هات كده عشان نشوف حاجة تانية. ننتقل بعد كده لحاجة تانية. هنا بقى ده الميديا، ده كله ده اسمه الميديا السيرفيس بتاع الايه؟ بتاع الهيمسفير. ايه اللي فيه بالعمل اللي بقى؟ الاتي اهم حاجه، في حاجه اسمها كوربس كالوزا. الالياف اللي هي البيضه ده اهي، دي كلها كوربس كالوزا. احنا خدنا فيها اربع اجزاء في النظري، في العملي مهم فيهم ثلاثه بس. الجزء اللي في النص ده كبير ده، ده اسمه باضي. ها باضي اوف كوربس كالوزا. الجزء اللي قدام اللي هو متن ده كسر ده اهي الابيض ده، ده اسمه الجينيوم. الجزء اللي ورا خالص اللي هو مدور ده اهو اسبلينيوم. فيجي لك واحد من دول، هتقول بقى ايه؟ لازم اول تقول ايه؟ كوربس كالوزم واجزائه، يا اما بادي لو هنا، يا اما جينيو، يا اما اسبلينيوم. تقول جينيو اوف كوربس كالوزم، بادي او اسبلينيوم اوف كوربس كالوزم. دي اول حاجه. اسبلينيوم من زي اللاذ المقطوع. المقطوع ايه؟ لا نجد المقطوع اللي هي ايه؟ يعني زي عكس عكس الجينيو. الجينيو خلاص يبقى الناحيه الثانيه. يا اخي بالك يعني الجينيو في جنب ودي في الخلف. دايما اهو الجينيو اهو، يبقى الناحيه عكسها بقى، مش تحتها. خد بالك النظار يعني مش تحتها. بس بالليل اقول هي جهه الاوكسيمتر صح؟ بالضبط جهه الاوكسيمتر بالضبط. عكس جهه الجينيو. ايه ثاني بقى؟ في القطاع ده اهو. نيجي بعد كده انت موجود عندي بقى الاخضر ده خلاص خلصنا. اسمها اسبلينيوم. اسبلينيوم رجع لها انت بقى في الدفتر في المحاضرات. نيجي بقى هنا، هو هنا في اربع حاجات تحت بعضهم. اللي فوق خالص الداينسيفالون الاخضر ده اهو، داينسيفالون اللي فيه الصلامس والهيبوثالامس وكده. الاسود اللي تحتيه بيد ميد برين. دخلنا بقى برين ستيم، ميد برين بونز اهو. ودي ايه؟ ودي بقى الخضرة خالص مضلة اوبلونجاتا. يبقى دول اربع حاجات تحت بعضهم. اول حاجة فوق خالص حاجة اسمها داينسيفالون فوق خالص، ويبدا بعديه برين ستيم. بنستم يا جماعه ثلاث اجزاء ده في القطاع هنا اهو، واضحين كلهم الثلاثه، وهنا حتى بالالوان. بس طبعا ممكن نجيب ده ايه؟ مش لازم نجيب هنا. يبقى ده الاحمر ده ميد برين، اول حاجه ميد برين. المقوصه دي الكبيره ده هي البونز،
واللي اخر جزء فيها اسمها مدلة اوبلونج تمام. وهنا برضو وعلى فكره على فكره مش هجيب ده اهي عشان دي ملونه, مش هجيب هنا تبقوا عارفين, مش هجيب اللي ملونه دي, هجيب مثلا دي هنا اهو هنا نفس الكلام هنا هنا وهنا هنا هنا ماشي نفس القصه اهو. اول شيء اللي فوق خالص هي حتى من غير حتى من غير ده خالص اهو داين سيفلون اهو اهي دي داين سيفلون منطقه السلامس ها مش الصفرة صفرة ايه الصفرة دي خلاص تحت وبعد كده ميد برين اللي تحتها ايه ده البون خلي اللون تاني البونز باين البونز يا جماعه البونز باين ان هما ايه منتفخ شويه البونز في النص فوقيه ميد برين وتحتيه مضله اوبلونجات البون وادي ادي المضله اوبلونجاتا وادي الاحمر البرانو ها يا ابن الاخضر اهو تحت الكوربس تحت الكوربس بالظبط داين سيفالون اللي هو ايه برين ستيم صح؟ لا برين ستيم لوحديه ده فوق برين ستيم فوقيهم ده حاجة منفصلة لوحدها حاجة تركيب عبارة عن ايه ديب استراكشر في الهيمسفير اسمه داين سيفالون وده اجزاء كتيرة كذا كذا حاجة وتحتهم برين ستيم وهنا حد داين سيفالون ايوه داين سيفالون اهو